ايه دول؟ حلقاتك ولوازمك جبناهم من بيتك. ايوه بس دي حلقات نظيفة جديدة. ما احنا غسلناهم ونظفناهم وكويناهم. الكبير جاب لك كم هدمة كده يعني عشان تغير فيهم يا عم؟ ما لقيتوش حاجة تاني في المطرح غير كده. هتحتاج ايه تاني؟ اي حاجة، اي حاجة، حتى لو انت مش لاقي لها قيمة، اي حاجة، اي حاجة، يمكن لما المسها اشوفها احسها بيدي يعني. يا سيدي الكبير ما هياخرش عنك حاجة، انت بس قول ايه طلباتك واحنا نشيع نجيبهم لك دلوقتي حالا. مش فاهم قصدي، انت مش فاهم قصدي. طب ما لقيتوش ورق، كتاب بقرا فيه، اي حاجة؟ يا سيدي بس غير خلقاتك والبس نظيف وتعال اقعد معاني، واحنا هنربوك على الاخر. ها مستنيك برا. ايه الحلاوة دي؟ الله الله الله، والله اللبس الصعيدي لايك عليك قوي اكتر بالفرنجي. اهدى، تعال اقعد، تعال 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 اقعد اقعد. ياه، مين اللي ربط لك الأمة دي؟ أنا اللي ربطتها لحالي يا كبير. الله الله، ربطة زينة والله. اشد يا سيدي. اشد؟ دخان محوش، يعني دماغك، ولا أنت مالكش فيه ولا إيه؟ أنا مش عارف يا كبير. يلا يلا يلا. ده أنت كأنك مولود وفي خاشمك المبسم. شد يا راجل، شد شد. أيوه أيوه. انت حدوته كبيري، قلنا عايز تعمل ايه واحنا نساعدك. ما عارفش صاحبي، واللي عارف صاحبك. صاحبك مين؟ اكيد لي يا صاحب يعني. مش كده يا عمي؟ ما تقولش يا عمي، تقول يا كبير او يا سيادة النايب. سيادة النايب جعفر العرباوي. اسكتي اسكتي يا بابا، غير الموجة، قولي حاجة تاني. انت مشغل راديو جوا راسك ولا ايه؟ ايوه يا كبير، راديو على موجة واحدة واحدة يا كبير. قول الكبير اللي انت عايزه، فضفض ما تخافش. ايوه يا كبير، انا لازم اقول لك انت بالخصوص
انت يا كبير اللي كنت تعرفني و... وانا صغير. وانت صغير؟ اه طبعا كنت اعرفك زين. شد عود عمو وطلع منه خشيشك. شد خف عليه يا بدير، خف عليه. لما تستكفى قول كفاية. استكفى مني؟ واه من المرار الازرق اللي انت عمال تشد فيه لك ساعي. كان واخد عليها كبير. كنت اقعد انا وصاحبي نقعد نشرب فيها لحد ما نقطع نفسنا. صاحبك مين؟ انت اللي هتقول لي عليه صاحب مين؟ مش انت تعرف اصحابي يا كبير؟ دلين عليه الله يرضى عليك. صاحبي مين؟ صاحبك ده اصل انت تعركت معاه عركة كبيرة وما كانش ليك صاحب غيره لأنك كنت شديد وراسك ناشفة. أنا ما اخسرش صاحب أبدا. ما عرفت منين؟ ما عرفش لكن إيه رأيك إنك كنت عايز تموته؟ أموته؟ لا يا كبير أنا ما اقدرش أذي حد أبدا إلا إذا أذاني أو كان جواه شر كبير أموتوه. مين اللي أذاك يا ولدي؟ ها؟ حاول تفتكر، حاول. مش فاكر حاجة، مش قادر، الدنيا واسعة مش هقدر اشوف كل حاجة، مش فاكر. ده طار في الجو ما بقاش معانا خالص. هديته غريب، ده بيختلف ومو عيش لحاجة خالص. يا ابوي وصل المطرح وخليه يرتاح ورجع لي تاني. يلا قوم ابو خالو، قوم يلا خلينا ننام. ويلا ها تعال، ما تخافش تخافش تعمو، تعال حالتك بقى الطينة خالص. تعال واسع هات يدك. يلا تمام حبيبي، بالراحة يا عمو.